تعالوا بقى نروح نتكلم على خبر في منتهى الاهميه بياكد على ان الرياضه هي اخلاق في المقام الاول. يعني الحقيقه الخبر بتاعنا خاص بالمباريات الخيريه وللسبب غير اخلاقي تم استبعاد احد اللاعبين منها. اللي حصل كالاتي: منظمو المباراه الخيريه السنويه لجمع الاموال للاطفال المحتاجين برعايه منظمه اليونيسف استبعدوا الايفواري يايا توري لاعب مانشستر سيتي السابق من الحدث. طيب اللي حصل ده حصل ليه؟ ببساطة شديدة بسبب فيديو غير أخلاقي أرسله هذا اللاعب عبر واتساب لمجموعة من الأشخاص. وبعد اللي حصل وبعد ما حصلت ردود أفعال واسعة جدا، قام توري البالغ من العمر 37 سنة بحذف مقطع الفيديو وكل الرسائل اللي كان رسلها بعديها، وبعد أن تعرض لانتقادات لازعة من ناس كتير جدا الحقيقة، وعلى رأسهم مجموعة من السيدات كانوا موجودين في ضمن مجموعة الدردشة اللي هو بعت عليها هذا الفيديو. وطبعا قدم اللاعب اعتذاره. يذكر أن يايا توري لعب في صفوف عدة أندية أشهرها برشلونة ومانشستر سيتي، وحاليا يعني يعتبر لاعب حر. وبصراحة يعني اللي عمله برضه مش بسيط. هتشعمل كده فعلا.